السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2020 و2021، وكمان وضح الاماكن المتبقية لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول، وقال انه لازال في اماكن كتير شاغرة في بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية، وابرزها حقوق واداب وسياحة وفنادق وخدمة اجتماعية وتربية رياضية وكليات التكنولوجية للطلاب اللي اجتازوا اختبارات القبول. واشار كمان ان في اماكن شاغرة في بعض الكليات النظرية وكليات التكنولوجية، وكمان ان الشعبة الادبية فيها اماكن شاغرة في كليات خدمة اجتماعية وتربية رياضية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة. وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الأماكن المتبقية للشعبة الأدبية في المرحلة الثالثة للتنسيق، ودلوقتي هقول لكم كل الأماكن بالنسبة للشعبة الأدبية. أول حاجة المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش، المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم، ده عربي وإنجليزي، تربية نوعية موسيقية المنصورة، المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر، معهد الوادي الجديد للعلوم الإدارية قسم نظم معلومات، تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر، طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقارة الهرم، تربية نوعية فنية مطروح، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالدقهلية، تربية رياضية بنين مطروح، سيناء عالي سياحة وفنادق راس سدر، المعهد العالي حاسب وإدارة نظم المعلومات الإدارية الزرقاء دمياط، شعبة مطاعم فني سياحة اسكندرية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم الجيزة، المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش، المعهد العالي طيبة إدارة البنوك والأسواق وأسواق المال سقارة الهرم، تربية نوعية فنية المنصورة بمدينة نصر، تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية، تربية رياضية بنين العريش، المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة، المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان، المعهد العالي طيبة نظم معلومات طريق سقارة الهرم، تربية رياضية بنات العريش، المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر، تربية نوعية فنية دمياط، المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرمنت، المعهد العالي التكنولوجي إدارة عاشر من رمضان بمرسى مطروح، معهد رايا العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة التجارة الخارجية دمياط، العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية، المعهد العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسية الشرقية، معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة علوم إدارية بالمقر البديل بالإسماعيلية، المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرمنت شعبة نظم معلومات إدارية، المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة، المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص إدارة أعمال ومحاسبة، المعهد الفني للفنادق بورسعيد، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالدقهلية شارع شعبة نظم معلومات إدارية، المعهد العالي إدارية شعبة إدارة أعمال تجمع خامس، معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار، المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول، معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر، معهد رايا العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات، تربية رياضية بنات الوادي الجديد، تربية شعبة تربية فنية السويس، المدينة العالي للغات الدولية بشبرمنت، معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية شعبة إدارة أعمال، تربية نوعية فنية بورسعيد، المعهد المصري لأكاديمية الأسكندرية نظم معلومات إدارية، معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم معلومات،
راس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال، معهد العالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي، المعهد الفني التجاري بإويسنا، المعهد العالي للحاسب الآلي كينج ماريوت لنظم المعلومات الإدارية، القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول، تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية، الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة، الفني التجاري بأسوان، المعهد العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول، الفني للفنادق إنا، المعهد العالي للغات أسوان، شعبة مطاعم فني سياحة مطرية، المعهد العالي للعلوم الإدارية بجانكليس البحيرة، تربية طفولة العريش، تربية نوعية موسيقية عين شمس، معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية شعبة مالية، أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر، القاهرة العالي للغات وترجمة مقطم لنظم المعلومات الإدارية، تربية طفولة أسوان، تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية، معهد العجمي العالي للعلوم الإدارية، الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية، العالي دراسات متطورة بالهرم شعبة تجارة ومحاسبة، المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع إنا، الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية ماريوتية بالهرم، المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج، المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات، تربية نوعية موسيقية بنها، الفني التجاري بسوهاج، العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة إدارة تجمع 5، الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالماريوتية الهرم، معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش شعبة لغات بالمقر البديل بالإسماعيلية، تربية نوعية أسوان، تربية رياضية بنات بورسعيد، تربية تعليم ابتدائي للعريش، تربية رياضية بنات جنوب الوادي، المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية، معهد عالي قاهرة ترجمة شعبة علوم إدارية بالمقطم، الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية شعبة نظم بالمقطم، تربية نوعية موسيقية بالأسكندرية، الفني التجاري ببورسعيد، تربية نوعية فنية المنصورة، المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا، المعهد العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر، النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة، تربية نوعية فنية الفيوم، الفني التجاري بأسيوط، طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي، معهد عالي تعاوني زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة، العالي الفندقي بالأقصر إيجوس، المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة، معهد عالي سياحة وفنادق كينج ماريوت، معهد المنيا العالي للغات، المتوسط للخدمة الاجتماعية بالأسكندرية طالبات، تربية نوعية فنية المنصورة بميد غمر، الجزيرة العالي للاتصال والإعلام بالمقطم، العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة، العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالأسكندرية، المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج، والمتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي طالبات، المعهد العالي للغات المنصورة، والمتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، العالي خدمة اجتماعية سوهاج، تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة، المعهد العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر، المعهد الفني التجاري ببني سويف، تربية نوعية فنية الزقازيق، المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية براس البر، المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج شعبة نظم، معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة تسويق، المعهد العالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات في الأسكندرية، المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر، معهد النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة، معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم محاسبة، تربية نوعية دمياط، تربية نوعية موسيقية طنطا، المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية، المعهد العالي دراسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية، تربية رياضية بنات أسيوط، تربية رياضية بنين دمياط، المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة، تربية نوعية فنية أسيوط، العالي للعلوم الإدارية والتجارية الخارجية نظم تجمع 5، تربية نوعية فنية أسوان، تربية فنية حلوان،
بالزمالك، تربية نوعية موسيقية القاهرة، تربية نوعية فنية بالأسكندرية، أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر، علوم إدارية إنجليزي، المعهد الفني لخدمة اجتماعية بقنا، خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط، تربية نوعية موسيقية أسيوط، تربية رياضية بنات قنا قناة السويس بالإسماعيلية، تربية رياضية بنات طنطا، المعهد العالي سياحة وفنادق بالغردقة، معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة، معهد عالي حاسبات علوم الإدارة بشبرا الخيمة، نظم معلومات إدارية القطامية، الفني التجاري بالروضة، الفني التجاري بشبرا، الفني التجاري بالمطرية، والفني التجاري بطنطا، المعهد العالي حاسبات ونظم تجمع أول، وتربية نوعية فنية بنها، وتربية نوعية فنية بأشمون، وتربية نوعية في كفر الشيخ، وتربية نوعية فنية دمنهور، وكمان تربية رياضية بنين المنيا، وتربية رياضية بنات المنيا، والمعهد العالي ترميم آثار بأبي قير، وكمان المعهد العالي خدمة اجتماعية بورسعيد، والمعهد العالي خدمة اجتماعية بنها، والمعهد العالي لغات مصر الجديدة، وتربية رياضية بنين الفيوم، وتربية رياضية بنين الوادي الجديد، وتربية رياضية بنات سوهاج، وتربية رياضية بنات بنين برضو سوهاج، وتربية رياضية بنين بني سويف، وتربية رياضية بنات بني سويف، وكمان معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الإدارية، والمعهد الفني التجاري بدمياط، والمعهد الفني التجاري بدمنهور، والفني التجاري ببنها، وتربية رياضية في أسيوط، وتربية نوعية موسيقية ببورسعيد، وتربية رياضية فنية عين شمس، وتربية رياضية بنين كفر الشيخ، وتربية تعليم أساسي أسوان، وتربية تعليم ابتدائي مطروح، وتربية رياضية بنين جنوب الوادي، وتربية نوعية موسيقية دمياط، وكمان معهد رايه العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة محاسبة بدمياط، والمعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات. يبقى احنا كده خلصنا تنسيق المرحلة الثالثة 2000، خلصنا تنسيق المرحلة الثانية، وكمان قلنا الكليات المتبقية لتنسيق المرحلة الثالثة. بالتوفيق والنجاح للجميع، ولو ليكوا أي سؤال اكتبولي تحت الفيديو في التعليقات هرد عليه على طول، والسلام عليكم.